من جانبها قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إنه من دون وقف إطلاق النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية. إسرائيل مطالبة من قبل القضاة بحماية المدنيين وإنهاء هذا الضرر. نتفق تماماً أن تطلق حماس سراح الرهائن، وحان الوقت للرجوع إلى مسألة حل الدولتين. أعتقد أنه بتنفيذ كافة هذه الأمور ينبغي وقف إطلاق النار. من دون وقف إطلاق النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية.